السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة معانا خمس أكلات سامة للطيور، خمس أكلات لازم تبعد عنها لو ما عندكش خبرة أو حتى عندك خبرة. طبعا في أكلة أو أكلتين منهم ممكن تستخدمهم في حالات معينة وبطرق معينة وبكميات معينة، فلازم طبعا نحذركم من الأكلات دي ومن الإضافات دي، لأن في منهم النباتات وفي منهم حاجات مفيدة جدا للإنسان وما تضرش الإنسان، لكن بتضر الطيور جدا، ممكن تؤدي إلى نفوق جماعي للقطيع اللي عندك. فحضرتك ركز كويس قوي، دي حتى لو حاجات فضلت منك ارميها، ما تدهاش للطيور لانها مضرة جدا وهتقع عليهم بنتائج سلبية. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين يا جماعة نؤكد عليكم ان اللي احنا جايبينه ده ليكم يعني نتاج خبرة ونتاج تجربة، مش جايبين الكلام ده من حد تاني ولا نقلين الكلام ده، لأ احنا جربنا وشفنا الطيور بتاعتنا بتحصل لها ايه وبتعاني من ايه لما نقدم ليهم بعض الاكلات اللي من النوع ده. فبناء على التفاصيل دي كلها يا جماعة احنا جايين نحذركم من الخمس اكلات دول. اول اكلة يا جماعة هي الجبنة المعلبة، او عموما الجبنة يعني، بس خصوصا الجبنة المعلبة. المعلبات عموما مضرة جدا بالنسبة للطيور، لان الطيور مش بتعرف تتعامل مع المواد الحافظة اللي موجودة في المعلبات. بعض الناس مثلا تبقى خايفة ان هي تاكل علبة الجبنة دي لان صلاحيتها انتهت، فتروح تديها للطيور يعني ظنا منهم ان الطائر هيستفيد منها ومش هيتضر. لا، حتى لو صلاحيتها لم تنتهي الطائر هيتضر منها وممكن تؤدي الى تسمم ونفوق مفاجئ. يعني طبعا لا قدر الله ما يحصلش لحد فينا خالص، لا احنا ولا انتوا، لكن الفكره كلها ان الموضوع بيبقى مفاجئ جدا. فحضرتك ابعد عن الجبنه المعلبه واي حاجه معلبه، الطيور مش بتاكل المعلبات. برضو من الحاجات اللي بتضر الطيور هي الحلاوه الطحينيه. الحلاوه الطحينيه دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتتعمل ساعات من السمسم وسكر، او بيضيفوا ساعات ليها فول سوداني وسكر، هي بتبقى مطحونة كده، يعني مش عارف في مصر عارفين ايه هي الحلاوة الطحينية، لكن في البلاد العربية الاخرى اكتبوا حلاوة طحينية على جوجل وهتشوفوها، هي بيبقى لونها زي السكر الغامق كده، زي العسل الغامق، تمام، بني كده، بني غامق شوية وساعات بيبقى فاتح، ده لونها وده شكلها، هتلاقوها على جوجل بسهولة. الحلاوة الطحينية دي الطيور ما تاكلهاش، ما ينفعش تاكلها يعني، ما يعني ما يعني عموما السكريات بالنسبه للطيور حاجه مش مفيده. السكر يعني عمرنا ما شفنا طائر بيحل بعد الاكل، يعني هو بياكل حبوب، بياكل نشويات، بياكل بروتين، بياكل خضروات علشان يديك انتاج، لكن فكره انك تحلله بقه، تحلله منقاره، ده مش مفيد باي شكل. فالحلاوه عموما والحلاوه الطحينيه خصوصا مش مفيده، لكن ممكن الفول السوداني اللي بيتعمل منه الحلاوه يكون مفيد جدا، تمام، ممكن السمسم اللي بتعمل منها سواعي الحلاوه الطحينيه يكون مفيد جدا. فحضرتك ايه ممكن تقدم الحاجات دي، انما السكر والحلاوه الطحينيه ده مش مفيد خالص. احنا كده اتكلمنا عن حاجتين، فاضل ثلاث حاجات. برضو الطماطم اللي احنا بناكلها بيترمي منها كده العنق بتاعها اللي هو الرقبه بتاعتها الخضره دي، تمام، دي مش خضره، هي لونها اخضر بس هي لا تعتبر خضره وما فيهاش اي ميه وما فيهاش اي الياف، دي حاجه لازم تترمي، لا ياكلها طائر ولا ياكلها حيوان ولا ياكلها طير ولا ياكلها اي كائن حي، دي تترمي زي ما هي كده، العنق بتاع الطماطمايه اللي هي الرقبه اللي يعني من فوق دي اللي بنشدها ونقطعها ونرميها، دي لا تؤكل وما فيهاش اي فوائد لاي كائن حي، ناشفه جدا وجدباء كده
ما فيهاش اي نوع من انواع الحياة، يعني تحس ان هي الحتة الميتة اللي في الطماطم دي ما ينفعش تديها للطيور، ودي ما تعتبرش من بواقي الاكل اللي لازم تقدمها للطيور، ما تدهاش للطيور، مضرة جدا وممكن تؤدي الى تسمم، ممكن تؤدي بشكل كبير الى تسمم، لان برضو المربي بيبقى مش مهتم بيها، فممكن ما ينظفهاش وما يغسلهاش، وحتى لو نظفها وغسلها بيبقى متجمع فيها الكيماويات والمبيدات الحشرية وكل التفاصيل دي، فبلاش نقدم عنق الطماطم. انما الطماطم نفسها مفيدة، لكن بضوابط، ما تكترش منها وتقدمها كمكمل غذائي مش كأكلة أساسية، تمام، وبكميات قليلة أو كميات متوسطة، تمام كده. فاضل لنا أكلتين من الخمسة، هفاجئك بقى بالأكلتين دول. أول أكلة هي البطاطس، بس مش أي بطاطس، في ضوابط معينة. في بطاطس كده رخيصة شوية بتبقى قشرتها خضراء، صح، دي تجيب تسمم على طول الطيور، على طول تجيب تسمم القشرة، واحتمال البطاطس نفسها تجيب تسمم للطائر. فعايز تقدم بطاطس للطيور، تقدم البطاطس اللي حضرتك بتاكل منها اللي جودتها حتى لو رخيصة ما تبقاش خضرة، ما تبقاش قشرتها خضرة، تبقى طازة وتبقى ناضجة وتبقى صالحة للاستخدام الآدمي في المقام الأول، بعد كده تكون صالحة للاستخدام بتاع الطيور والحيوانات، تمام. فما تسترخصش في البطاطس وتقول أنا هجيب كمية كبيرة بقى من البطاطس الرخيصة دي الخضرة دي وأقدمها للطيور، على طول تسمم على طول بدون أدنى نقاش. وبرضو قشر البطاطس اللي حضرتك بترميها دي حتى لو بطاطس كويسة ما تديش قشر البطاطس للطيور، ممنوع تدي قشر البطاطس للطيور حتى لو البطاطس كويسة، لأن قشر البطاطس عبارة عن طين، يعني ما مش هيفيد الطائر بأي حاجة خالص، يعني مش الحاجة اللي فيها ألياف مثلا وفايدة زي قشر الطماطم ممكن يكون مفيد، أو قشر البدنجان ممكن يكون مفيد، يعني الحاجات دي كلها، تمام. قشر البطاطس ده عامل زي قشر اللب بالظبط، يعني ما فيهوش أي فايدة حتى الآن، يعني اكتشفت في العلم أو في أي تجارب. فبلاش يا جماعة نقدم بطاطس غير البطاطس الصالحة للاستخدام الآدمي أصلا، وكميات قليلة، طبعا كميات قليلة علشان خاطر السمنة والدهون والكربوهيدرات والشتاء وانقلاب الرحم وكل المشاكل دي. تعال بقى بص معايا على آخر أكلة، وآخر أكلة دي رغم إنها علاج ورغم إنها أصلا مضاد حيوي، إلا إن حضرتك لو كترت منها هتؤدي برضو إلى تسمم الطيور، وهي التوم. التوم يا جماعة احنا بنقدمه للطيور كمضاد حيوي علاج بكميات قليلة جدا، كميات في غاية الدقة، يعني حاجة قليلة خالص، لو كيلو علف تحط عليه فصين ثلاثة مطحونين، تمام، ولو في المية اللتر تحط عليه فص او اتنين برضو مطحونين علشان يدوبوا في المية، حاجة بسيطة خالص. وفي اكلة كده اللي هي احنا بناكلها كمصريين اللي هي بتنجان بالتوم بالخل بالشطة، دي حلوة جدا في الشتاء، تمام. الطيور كلها اللي عندك، لو عندك 10 طيور مثلا كلهم ياكلوا فصين ثلاثة مطحونين مرة في الاسبوع، ما تكترش، هتكون مفيدة بالنسبة لهم. انما التوم ما نكترش منه، والا برضو هيسبب تسمم كبير وسريع جدا بالنسبة للطيور، سواء التوم او قشر التوم. وده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من يوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.